نتابع هذه الصور المباشرة من معبر رفح لبدء دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات لقطاع غزة. إذن في هذه الأثناء وكما نتابع مباشرة من معبر رفح نتابع بدء دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات. وكان في وقت سابق قد أفاد مراسلنا بأن المساعدات الإغاثية التي ستدخل اليوم ستضم 20 شاحنة، ستشمل شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية زيادة إلى كمية من المواد الغذائية والتي على الأغلب تحتوي على معلبات. إذن نتابع هذه الصور المباشرة من معبر رفح لبدء دخول الإغاثات شاحنات الإغاثة والمساعدات إلى قطاع غزة. نذكر أنه خلال هذين الأسبوعين تعذر دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة رغم الأزمة الإنسانية والوضع الإنساني الكارثي هناك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إذن في هذه الأثناء نتابع مباشرة من معبر رفح بدء دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة. إذن حتى الآن على ما يبدو السيارات التي نتابعها هي سيارات طبية ربما لتقديم الخدمات الطبية، تليها شاحنات إذن على ما يبدو أن هذه الصور هي للطواقم الفلسطينية التي ستستقبل الإغاثات والشاحنات التي ستدخل من مصر لقطاع غزة. وهذه الصور التي نتابعها الآن مباشرة هي من معبر رفح الجانب الفلسطيني، والشاحنات والطواقم تستعد لاستقبال المساعدات والإغاثات التي ستدخل من مصر لقطاع غزة. لمزيد من التفاصيل من الجانب المصري ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك من رفح مراسلنا أحمد مصطفى. أحمد، لو تنقل لنا الصورة من الجانب المصري ونحن الآن يعني نتابع مباشرة من الجانب الفلسطيني وصول الشاحنات والطواقم لاستقبال المساعدات وشاحنات الإغاثة من الناحية المتواجد بها أنت. من الجانب المصري بدأت بالفعل الشاحنات المحملة بالمواد الطبية والإغاثات الطبية اللازمة لعبور معبر رفح البري من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني في غضون أقل من 10 دقائق. من المتوقع أن تصل هذه الشاحنات إلى الأراضي الفلسطينية ومن ثم إلى مدينة رفح الفلسطينية حيث يتم تفريغ محتوياتها، وتتولى الأونروا بعد ذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني توزيع هذه المساعدات على من يستحقونها في قطاع غزة ممن تضرروا من جراء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع. هذه الشاحنات هي الأولى التي تدخل منذ أن رابطت قبل نحو 10 أيام في محافظة شمال سيناء عندما وصلت من القاهرة، وصلت إلى مدينة العريش أولا ورابطت ما يقرب من 3 أيام قبل أن يسمح لها بالتوجه إلى معبر رفح البري لتكون على هبة الاستعداد للدخول إلى الأراضي الفلسطينية. وبالتالي هذا تطور كبير للغاية أن تدخل أول الشاحنات إلى الأراضي الفلسطينية. عبرت
الآن ما يقرب من 20 شاحنة متوجهة إلى الأراضي الفلسطينية، وعلى متنها المئات من الأطنان من المواد الغذائية والمواد الطبية اللازمة، وخصوصا بعد أن كان الهلال الأحمر الفلسطيني قد تفقد بالأمس بعض المقرات الخاصة بالهلال الأحمر المصري، وأبدى رغبته في أن تكون هناك تجهيزات معينة للعديد من المواد الطبية والمستلزمات الطبية التي تكون على متن هذه الشاحنات من أجل أن تصل أولا بشكل عاجل، لأن قطاع غزة يحتاج إليها بشكل عاجل في ظل ما بدا واضحا من تضرر كبير للأطقم الصحية في ظل نقص للمواد والمستلزمات الطبية. هذه الشاحنات هي الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، فما زال التواصل المصري على مستوى دولي من أجل أن تكون هناك عبور لمزيد من الشاحنات إلى الأراضي الفلسطينية. بالأمس كان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة متواجدا أمام معبر رفح البري وأدلى بتصريحات لوسائل الإعلام، وكنا هناك وأكد على أن هناك حاجة ملحة إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، وخصوصا أن تكون بلا شرط أو قيد، فيما يبدو أن بعض الأمور كان في الكواليس المشهد كان بها بعض الشروط من الجانب الإسرائيلي، لكن يبدو عندما دخلت هذه الشاحنات أن الموقف الإسرائيلي تغير وأنها أبدت بعض المرونة في موقفها من أجل أن تدخل هذه المساعدات في ظل الضغط الدولي عليها بعد التنسيق. طيب لكن هل حتى الآن أحمد الدولي تم الفصح ربما، أو هناك تسريبات معلومات بشأن يعني الآلية التي ستسير بها يعني عمليات الإغاثة وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة؟ يعني الشاحنات التي دخلت إلى الأراضي التي من المنتظر أن تدخل إلى الأراضي الفلسطينية وعبرت بالفعل الأراضي المصرية في اتجاهها إلى قطاع غزة، يعني محملة بمئات الأطنان من المواد الإغاثية والطبية، وهي ترفع الأعلام المصرية وستقوم بتفريغ محتوياتها والعودة مجددا إلى الأراضي المصرية. سيتولى الهلال الأحمر المصري دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة. نلحظ وجود عدد كبير من الهلال الأحمر المصري الذين تواجدوا هنا من أجل أن يكونوا مع هذه الشاحنات حتى تصل إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر الأونروا، ومن ثم يتم توزيعها على المتضررين من هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. على كل حال ما زال المشهد يعني كما هو. الآن نحن نتابع على الصورة مباشرة يعني تحركات من الجانبين، من قبل الجانبين، نحن نتابع تحرك الشاحنات من قبل الجانب الفلسطيني في هذه الأثناء لتحميل المساعدات، ومن الجهة الناحية الأخرى نتابع استمرار يعني تحرك أيضا الشاحنات التي بها الإغاثات والمساعدات حتى الآن لحدود المعبر. على ما يبدو أنه في هذه الأثناء تتم عملية ترتيب نقل المساعدات من الشاحنات المتواجدة بالجانب المصري للشاحنات المتواجدة بالجانب الفلسطيني، وحتى تتسنى يعني عمليات تفريغها. بالفعل يعني أريد أن أنوه هنا أن هذه الشاحنات جزء ضئيل للغاية من الشاحنات وأعداد الشاحنات التي تتواجد على أرض معبر رفح. معبر رفح تكدس بشكل كبير بالسيارات والشاحنات الكبيرة المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية والإعاشية، من أجل ذلك حرصت الدولة المصرية والسلطات المعنية على أن تقوم بالتنسيق بأن يكون هناك عدد آخر كبير من وأسطول كبير من الشاحنات متواجد خارج ساحة معبر رفح البري، ربما امتد لكيلومترات كثيرة يعني حتى تصل إلى مدينة العريش. إذا ما تحركت من مدينة العريش المصرية باتجاهك إلى معبر رفح الذي يبعد تقريبا ما يقرب 50 كيلومتر عن مدينة العريش، ستلحظ وجود العديد من الشاحنات المتكدسة على جانب الطريق من أجل أن تنتظر إشارة دخولها إلى الأراضي الفلسطينية. هذه الشاحنات محملة بآلاف الأطنان التي تكفي لما يقارب 500 ألف مواطن فلسطيني على أرض غزة لمدة أسبوع وفق بعض التقديرات التي تحدث عنها الجانب المصري، وأيضا يتم تجهيز العديد من القوافل الأخرى من القاهرة والمحافظات المختلفة من أجل أن تسير في اتجاهها إلى مدينة العريش ثم تدخل بعد ذلك إلى معبر رفح. نعم. ومن ثم إلى الجانب الفلسطيني، هذا فضلا عن الطائرات. نعم. التي أحمد وصلت إلى أكثر من 220 طائرة.